قال الموقع الرسمي لمطارات أبوظبي إن مطار أبوظبي الدولي استقبل ما يزيد على 5 ملايين مسافر في عام 2021 نتيجة لارتفاع حركة المسافرين خلال الربع الأخير. وبحسب البيانات تعتبر الدول الخمس الأولى من حيث عدد المسافرين من خلال مطار أبوظبي الدولي في عام 2021 الهند، ثم باكستان ومصر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، في حين كانت الوجهات الخمس الأكثر رواجاً في العام نفسه هي القاهرة وإسلام أباد ودلهي ولاهور ودكا. ويشار إلى أن المطار يخدم حالياً 103 وجهات مقابل 75 وجهة فقط كانت في عام 2020.